كنا في الصباح نجلس أنا والحارسات عند البائكة الغربية قرب سبيل قايتباي لتناول طعام الإفطار. حضرت مجموعة من المتطرفين وقاموا باستفزاز الحارسات، وحصل هناك مشادات بيننا وبينهم، وكان استنفار كبير من قبل القوات الخاصة والشرطة على الحارسات. فمن باب الحرص قام مدير الأوقاف الشيخ عزام الخطيب بإبعادنا عن المنطقة ورجعنا إلى المصليات. للأسف وسائل الإعلام لم تتواصل مع الحارسات وتفهم ما الذي حصل. للأسف الشديد أنهم قاموا بأخذ الفيديو المختصر من المتطرف أبراهام وقاموا بإنزاله على وسائل الإعلام المختلفة. المفروض منهم كان التبين والتوضيح الأمور التي حصلت مع الحارسات. انفعال مدير الأوقاف كان من باب الحرص على الحارسات وليس لإفساح الطريق للمستوطنين بأخذ حريتهم وراحتهم في هذا المكان. التصوير الأولاني صار منا ما تنزلش، طبعا ما كانش الشيخ عزام فيه. التصوير الثاني اللي صار من قبل المتطرفين هم اللي نزلوه وأباحوا فيه. أنا بحكي للإعلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لازم الواحد يتحقق وبعدين يعمل الإشي هذا. والشيخ عزام بعت لنا وحكى معانا وقعد يقول انه يعني احنا انا حريص عليكم، لاني انا من ضمن الناس اللي اكلت قتل هون واعتقلوني، والله بيعلم اكثر من 15 واحد هجموا علي وكسروني وكثير اكلوا قتل بسببي، وهو اللي اجى طلعني ما خلانيش اكثر من 10 دقائق، لو لاحوا فيي لكسروني بزياده، لانه هدول فيش عندهم، هدول مستوطنين لا بيرحموا حدا، لا هم ولا المستوطنين، وبعدين اليهود وكليتهم، ومن ضمنهم كليتهم مش رحمين الاقصى، ولو صح انهم يقتلونا ما بقصروش، لانهم هم اعمالهم بيستولوا على الاقصى، وهي امي بدوا في باب الرحمه وما حدش سائل، وهي امي اعمالهم بيعملوا شوي شوي بالاقصى، وبيعتدوا هي امي على الموظفين مش اول مره، كثير اعتدوا على الموظفين ما حدا سائل. والشيخ عزام شو بده يطلع في ايده ولا غيره ولا غيره، هذه زي ما قامتش العالم كليتها، والدافع عن الاقصى ما بينفع. كل رن اللي صارت لازم الناس ما تتسرعش اول شيء قبل ما يفهموا الحقيقه، احنا مجموعه يعني كنا قاعدين بنفطر من عادتنا احنا بنفطر برا، وما حدا له عنا، اجوا المستوطنين هجموا علينا يعني هجم كوحش، دخلوا علينا واحنا قاعدين، واحد نط بناتنا قعد، وهذا مش موقف انه ينطوا بناتنا ويقعدوا، وقام الثاني نط وهداك قام ضرب واحده من الحارسات. ضربها في كف ايده وهجم عليها، وقاموا كل الشرطه اجت وصاروا ينادوا انهم يقوموا، ما حدش قامهم. فجاه بنلاقي الشيخ عزام نازل الدرج وجاي صار يحكي معنا اول شيء بهدوء انه يعني ننسحب، واحنا ما انسحبناش، وبعدين انفعلوا صار يصيح فينا، هو خوف علينا مش انه عشان المستوطنين، انه يعطيهم مجال انهم يصلوا، ولا مره هذا الشيء بيصير. طيب شو رايك باللي عم بيصير بشكل عام؟ اللي عمالي بيصير بشكل عام هذا كليته غلط، لانه عمالهم مش الحق بس علينا احنا هون كاوقاف، لازم الكل يتواجد، مش بس في رمضان يتواجد ويجوا ويورجوا حالهم للاقصى، لازم برمضان وغير رمضان، لان احنا هون كل يد عامله واحد، اللي هو من الشيخ عزام، من الشيخ عمر، من حارسات، من سادنات، من سدنه، من عمال، من كل شيء بخص الاقصى، لازم الشعب كله يجي يوقف ويشوف الصعوبات اللي احنا بنواجههم. هم دائما بيجوا بيصلوا عمالهم، يتمادوا الاشي، يتمادى الاشي زياده عن اللزوم، من صلاه، من عباده، من لبس خواتم، من خطبه، من كل اشي، كمان شوي بصير يعملوا اعراسهم هون ومحدش قايل لهم اشي. هذا الاشي لازم العالم كله يقوم عليه،